لما بيحصل معانا مصيبة أو موقف معين، وقتها بس بنعرف معدن الناس اللي حوالينا ومين قليل الأصل. اسمعوا معايا القصة دي. عارضة أزياء ورياضية أسترالية كانت مخطوبة لشاب اسمه مايكل هوكسن، عارفين بعض من لما كان عمرهم 7 سنين. في 2011 قرروا يتجوزوا، وقبل الفرح بكام يوم طلعت توريا على ماراثون للركض بغابة، وفجأة حصلت حريقة كبيرة ومعرفتش تهرب، وبقى عندها حروق بنسبة 65% من جسمها، وخسرت 7 أصابع، وبقى عندها تشوه كامل. عملت 200 عملية جراحية لمدة 4 سنوات، وخلال الوقت ده مايكل ما سابهاش ولو للحظة، حتى ساب شغله كشرطي واتفرغ ليها عشان يفضل جنبها ويساعدها في المستشفى. ومع كل عمليات التجميل اللي عملتها، إلا إن هم ما قدروش يخفوا من آثار التشوه. بس مايكل بيقول إن هو ما حبش شكل توريا الخارجي على قد ما حب قلبها وروحها، ودول مستحيل يتشوهوا. انتوا بعد ما مريتوا بمواقف صعبة، اللي حواليكم طلعوا مايكل ولا لأ؟